سمحت السلطات الإيرانية بتأسيس أول نهد لتربية الصقور وتدريبها في إحدى الصحاري المتاخمة للعاصمة بعد حظر دام 30 عاما شمل كافة أشكال التعامل بهذا النوع من الطيور. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، لكن هذا الطائر نادرا ما يقع إلا على صيد ثمين. الصقر من أمهر القناصة في جوارح الطير، وعلى مدى القرون الماضية جهد الإنسان في تدريبه على الصيد. المكان قفار باراند إحدى ضواحي طهران. هنا أسست مجموعة من هواة هذا النوع من القنص أول ناد رسمي في إيران يعنى بتربية وتدريب الصقور، بعد أن حظرت السلطات البيئية على مدى 30 عاما الماضية كافة أشكال التعامل بهذا النوع من الطيور، بما في ذلك تربيتها في البيوت. النادي لا يشرع للمهتمين الصيد بالصقور فحسب، بل إنه يساعد على حماية هذا النوع من الطيور في بيئتها الطبيعية. جارح من الطراز الرفيع، بصر ثاقب إلى أبعد الحدود، أجنحة سيابية تكفل له سرعة المناورة والدقة في المطاردة والانقضاض على الفريسة. في هذا النادي يتم تدريب الصقور على صيد الحجلان والعودة بها إلى المدرب لقاء الفوز بجائزة، غالبا ما تكون قطعة منها. هواية تدريب الصقور تجعلني أشعر بالحرية، عندما أضع هذا الطائر على ذراعي أشعر بأنني قوية جدا. النادي الذي تم افتتاحه مؤخرا بات يضم 800 عضو يمارسون هوايتهم في صحراء باراند، ويتناوبون على تدريب 50 صقرا من أجود الأنواع، 10 منها قدمتها وزارة البيئة. ويتطلع القائمون على النادي إلى تطوير خبراتهم لخوض المنافسات العالمية وتوسيع نشاطاتهم إلى خارج الحدود الإيرانية.